بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 لزيارة المغفور إلى السلطان محمد الخامس لمدينة طنجة يوم 9 أبريل سنة 1947، فاحنا قررنا في هذه السنة أن نفتح على المؤسسة التعليمية من أجل توعية الناشئة بهذا الحدث الوطني الكبير، لأن كاين واحد العدد كبير ديال الناشئة اللي ما كيعرفوهاش على هذا الحدث الوطني، ولهذا احنا اخترنا هذه المرة باش نشاركوا المؤسسات التعليمية من أجل باش نبرزوا هذه المقتنيات في هذه المؤسسات، باش الشباب والتلاميذ والتلاميذة يعرفوا القيمة والأهمية هذه الزيارة 9 أبريل 47 اللي كان قام بها السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه، وإعطاء صورة على ما قدمه السلف من تضحيات ونضالات من أجل استقلال المغرب وحدة ترابه. فهذا المعرض هذا كيتوجد به عدد كبير من الصور المختلفة اللي كتأرخ نوع العدد من مختلف المراحل في الدولة المغربية، كما يوجد عدد من المقتنيات مثل العملة الورقية وبعض الأوسمة وبعض الرسائل وبعض الجرائد والكتب اللي هضرت على هذه الزيارة التاريخية اللي هي كتبت بحروف من ذهب في التاريخ ديال مدينة طنجة وفي التاريخ ديال الدولة المغربية صفة عامة. وأنا جد سعيد بالمشاركة المؤسسة ديالي في هذا النشاط هذا اللي وكيت تعتبر قيمة مضافة كبيرة للمدينة، وكنتمنى إن شاء الله نعطيه أكثر في المستقبل، وحنا رأينا الإشارة من أجل خدمة هذا البلد وخدمة هذا الوطن. وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.